أهلا وسهلا بكم لنتابع دراسة تمثيل الأعداد كجزء من أساسيات البرمجة والإعلاميات. إذا بعدما تعرفنا في الدرس السابق على معنى البيت والبايت وضرورة التفريق بينهما، سنتعرف في هذا الدرس على مضاعفات البيت والبايت وهي المصطلحات التي نصادفها بكثرة. سنتعرف أيضا على بعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها لأنها تستغل من بعض الشركات. إذا كعنوان للدرس لدينا في هذا الفيديو مضاعفات البيت والبايت، سأكتب هنا كي يبقى مرجع دائما مضاعفات البيت والبايت. نحن وصلنا في الدرس السابق إلى أن واحد بايت تساوي 8 بت. إذن هذه معلومة يجب الاحتفاظ بها. حين نتكلم عن المضاعفات فيمكن أن نستغل الأشياء التي نعرفها في وحدات قياس أخرى كقياس المسافة أو الكتلة. نعرف أن الكيلو دائما يعني 10^3 كيلو، 1 كيلومتر. حين نتكلم عن المتر فنعرف أن 1 كيلومتر يساوي 10^3 متر، وحين نتكلم عن 1 كيلوغرام نعرف أن ذلك يعني 10^3 غرام. إذن فالكيلو دائما يعني 10^3 القيمة أو الوحدة الأساسية، والميجا تعني 10^6 والجيجا تعني 10^9. إذن هذا النظام يسمى بالنظام العلمي، وأيضا يتبع بالنسبة لوحدات أو مضاعفات البيت والبايت. فلدينا أو فنحصل على الوحدات التالية. فلدينا الكيلو قلنا هو 10^3، معنى ذلك أن 1 كيلو بايت، يعني واحد كيلو بايت تساوي 10^3 بايت هي 1000 بايت. وهنا أكتب أتعامل بالبايت وليس البيت، في حال كتبت 1 كيلو بيت بصغيرة فتساوي 1000 بيت بصغيرة. الآن 1 كيلو بايت تساوي 1000 بايت تساوي 8000 بت. إذن أنا أتعامل الآن مع مضاعفات البايت. لدينا أيضا الميجا بايت، 1 ميجا بايت تساوي 10^6 بايت أي 1000000 بايت، إذن 6 أصفار بايت. ولدينا 1 جيجا بايت هي ربما الوحدة المستخدمة كثيرا تساوي 10^9 بايت، معنى ذلك أنها تساوي 1 مليار بايت، إذن 9 أصفار. وتوجد التيرابايت هي 10^12 بايت أي 12 صفر، لكن هذه الوحدة الثلاث الكيلو بايت الميجا بايت والجيجا بايت هي الأكثر شيوعا وهي التي تصادفونها بكثرة. إذن تعرفنا عليها الآن بدلالة البايت. قلنا لو أردناها بدلالة البيت فمعنى ذلك أننا نقوم بالضرب في 8. هذا كما قلت يسمى بالنظام العلمي للوحدات، يعتمد على الأساس 10، حيث 1 كيلو دائما هي 10^3 و 1 ميجا هي 10^6 و 1 جيجا هي 10^9 بالنسبة للوحدة الأساسية. لكن في الإعلاميات نعتمد النظام الثنائي في تخزين المعلومات أيضا، وبالتالي في حساب حجم البيانات المخزنة. فبدل الكيلو لدينا أو الكيلو بايت لدينا وحدة أخرى كي لا نخل بالنظام العلمي، لأن حين نقول كيلو نقول دائما 10^3، في حين في الإعلاميات نتعامل بالأساس 2، ولدينا أيضا بالنسبة للحجم 2 أس شيء ما. فلدينا الوحدات التالية وليس الكيلو بايت، بل لدينا ما يسمى بالكيبي بايت، 1 كيبي بايت، إذن 1 كيبي بايت. إن 1 كيبي بايت تكتب على هذا الشكل، حيث نضيف حرف I تساوي 12 بايت تساوي 1024 بايت. إذن الفرق بين الكيبي بايت والكيلو بايت هو 24 بايت. في الميجا لدينا ما يسمى بالميبي بايت، إذن 1 ميبي بايت تساوي 2
20 بايت، والعدد الذي لدينا هو 1,048,576 بايت. الآن أصبح الفرق بين الوحدات في النظام العلمي والنظام الثنائي أكبر. الفرق بين الميجا بايت والميبي بايت هو 48,576 بايت. بدل الجيجا لدينا ما يسمى بالجي بي، على هذا الشكل تكتب دائما حرف اي نضيفه، فهي 32 بايت، وكعدد نحصل على 1,073,741 بايت. إذن هنا الفرق أكبر بكثير، حيث لدينا 73,741,324 بايت، والفرق بين 1 جيجا بايت و 1 جي بي بايت. إذن هذه الوحدات أدرجت كي لا نخل بالنظام العلمي، بما أن النظام أو الإعلامية تعتمد على الأساس 2. الآن لو أردنا أن نحسب الجيجا بايت بدلالة الجي بي بايت، معنى ذلك كم يساوي 1 جيجا بايت بدلالة الجي بي بايت؟ يمكن أن نقوم بقسمة هذا العدد مليار على هذا العدد مليار وثلاثة وسبعون مليون وما إلى آخر العدد، فسنحصل على النتيجة التالية. سنحصل على أن واحد جيجا بايت تساوي 0.93 جي بي بايت. لو قمنا بضرب طرفي هذه المعادلة في 100، سنحصل على أن 100 جيجا بايت تساوي 93 جي بي بايت، وهي الحالة التي تصادفونها بكثرة في وحدات التخزين، حيث تشتري قرص صلب أو وحدة تخزين يكون مكتوب عليها 100 جيجا بايت جي بي كبيرتين، وتأتي إلى المنزل تقوم بوصلها بجهازك، فيظهر لك نظام التشغيل أن الحجم هو 93 لكن جي بي بايت. إذن هنا الفرق في الوحدة المستخدمة، حيث أن الشركات تعتمد على النظام العلمي في أغلب الحالات لأنه الأكثر شيوعا من جهة، ولأن الأرقام من الناحية التجارية أكبر، الشركة أفضل لها أن تعطيك رقم 100 على أن تعطيك رقم 93، ولأن كما قلت في الجهة الأخرى لأن الحواسيب تشتغل بالنظام الثنائي، وبالتالي فحتى الحجم يكون يعتمد على العدد 2 كأساس، فيكون الإحجام بالكي بي بايت المي بي بايت والجي بي بايت. إذن هذا هو سبب هذه الحالة أنك تحصل على 93 جي بي بايت وليس جيجا بايت. إذن الآن وصلنا إلى هذه النتيجة، ما يهمنا من هذا الدرس هو أن نتعرف على الوحدات أو مضاعفات البيت والبايت، وضرورة التفريق بين الكيلو والكي بي، الميجا والمي بي، والجيجا والجي بي. الوحدات الخاصة أو ما يستخدم في النظام الثنائي يتعرف عليها من يدخل مجال الإعلاميات كتخصص فقط، أما البقية فأغلبية يستخدم النظام الثنائي أو النظام العلمي عفوا الذي يعتمد على الأساس 10. إذن سنكمل في دروس أخرى حالات أخرى، وإضافة إلى الدروس التقليدية الخاصة بالعمليات الحسابية وتمثيل الأعداد السالبة قبلها. إذن نلتقي في درس مقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.